لا تعد طبيعة بناء سور الصين العظيم عامل جذب سياحي فحسب، بل تعد أيضاً عامل جذب ثقافي لدى المؤرخين وعلماء الآثار لما توحي به من أهداف بناء هذا الصرح العملاق وإطلالته، فضلاً عما يرتبط به من وقائع وأساطير. وكان المعلم الذي يعد من الأشهر على مستوى أصقاع المعمورة قد أضيف إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1987، وذلك بعد مرور آلاف السنين على تشييده، فضلاً عن كونه واحداً من أبرز عجائب الدنيا السبعة الجديدة. بدأ بناء سور الصين العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد، لكن المهمة لم تنتهي بسرعة، حيث استمرت عملية البناء لما يزيد عن 2000 عام حتى القرن السابع عشر، فتم تشييد ما يتجاوز 21,000 كيلومتر ملتوية، وبارتفاع يتجاوز 8 أمتار، بما في ذلك قسم جيانغو خلال عهد أسرة مينغ خلال الفترة بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر. بني السور الذي تشكل من مجموعة تحصينات للدفاع عن الممالك الصينية القديمة وحمايتها من غارات القبائل الشمالية، وفي ذلك الوقت كان السور واقعاً على حدود تلك الممالك، حيث كان يحميها عن طريق أبراج المراقبة المنتشرة على امتداده، ويساعد على جباية الرسوم والجمارك، ويضبط الهجرة من الصين وإليها، وكانت الأبراج تتواصل فيما بينها عن طريق إشارات بالنار أو الدخان. أما اليوم، فقد تغيرت أدوار هذا السور العملاق من أدوار دفاعية إلى سياحية تاريخية بعد أن أصبح يقع وسط جمهورية الصين الشعبية، وتعد مدينة بادلينغ التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً من العاصمة بيجين أكثر أقسام الجدار شهرة. يمر سور الصين العظيم عبر 11 مقاطعة صينية، لكنه لم يبقى على حاله، فقد تعرض لعوامل التخريب على يد البشر والطبيعة لقرون عدة، حيث تم انتزاع حجارته لبناء البيوت ورصف الطرق، كما أكلت منه الأمطار والعواصف الكثير. ومن الخرافات الشائعة حول سور الصين العظيم أنه يمكن رؤيته من سطح القمر، والحقيقة أن هذا مستحيل كاستحالة رؤية قشة على بعد 3 أميال، لا اختلاف في أن هذا السور الضخم يمكن مشاهدته من الفضاء، لكن هذا مشروط برؤيته من مركبة فضائية تحلق على مدار منخفض وقريب من الأرض. وهناك من يحاول ربط السور بسد يأجوج ومأجوج، وهذا غير صحيح، فهما بنيتان مختلفتان وليستا نفس الشيء. فتاريخ سور الصين العظيم معروف، وقد مر بمراحل طويلة حتى اكتمل بناؤه، بينما سد يأجوج ومأجوج ليس له تاريخ محدد، ويعود ذكره إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أن سور الصين العظيم مبني من الأحجار والأخشاب والطين، بينما سد يأجوج ومأجوج مبني من الحديد والمعادن الأخرى. بني سور الصين العظيم لحماية ممالك الصين من هجمات القبائل الشمالية، ويمكن اختراقه وظهور الناس عليه، بينما بني سد يأجوج ومأجوج لمنعهما من الخروج على الناس، وهو عصي على يأجوج ومأجوج حتى يأذن الله لهم بالخروج.